شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقر الشركة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعقب التوقيع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد، والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة للوزارة والتي تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر، موضحة أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق. في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان، قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد نيكولاس بانايوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بين الجانبين المصرية واليونانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصرية ونظيره اليوناني نيكوس دينديياس. ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحرية. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده قوية بما يكفي لمواجهة الأزمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والخروج منها أقوى بفضل نهج جديد في سياسات الطاقة والدفاع والتجارة في أكبر اقتصادات أوروبا. وأضاف شولتز في كلمة أمام نواب البرلمان الألماني البوندستاج إننا نتخلص من إخفاقات سياسة الطاقة والتجارة التي قادتنا إلى الاعتماد من جانب واحد على روسيا والصين على وجه الخصوص، مضيفا أن الاستمرار على النحو السابق لم يكن خيارا. لا تزال فرحة المنتخب السعودي مستمرة بعد تعادل بولندا مع المكسيك بدون أهداف في ختام منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، حيث انفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة بفضل تغلبه على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-2، ليبتعد بفارق نقطتين عن أقرب فريق قبل الجولة الثانية.